خلاص يا دكتور. بعد او في زميل لك بدأ فممكن تاخده منه. اوكي، ويا ريت اللي يسجل يرفع الايه التسجيل ده على التيمز. بعد كده عندنا عمليات اضافيه على الفايل، هنعرف ازاي نشتغل على الفايل. وعندنا الستاندرد انبوت اوتبوت اند ريدايركشن للديفولت مينينج، وازاي بتختلف من اوبريتنج سيستم لاوبريتنج سيستم اخر. عندنا هنا عايزك تركز في السلايد دي ان انت تفرق او تعرف تعريف الفايل، يعني ايه فايل، والشريحه اللي بعدها هتعرف وات از ذا ديفرنس بتوين الفيزيكال فايل اند لوجيكال فايل. ايه هو الفايل؟ ببساطه شديده A collection of data is placed under permanent or non-volatile storage. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الفايل ببساطة شديدة هو تجمع من البيانات موجود في مكان احتفاظ أو تخزين دائم. مكان لتخزين البيانات ده، والتخزين هنا إيه؟ دائم، مش مؤقت، مش بانقطاع التيار الكهربي تمحى الايه البيانات الفايل ده. طيب مين اللي بيتميز ان التخزين عنده تخزين دائم؟ السكندري ستورج، تخزين على الفلاشة تخزين دائم، تخزين على السي دي تخزين دائم، على الدي في دي، على الهارد ديسك، كل ده ايه نون فولاتايل ايه ستورج. يبقى هو مجموعة من البيانات اللي هو مين ده؟ اللي هو الفايل. الفايل مجموعة من البيانات متخزنة في مكان التخزين بتخزين دائم. طبعا ادالك هنا اكزامبلز اهو، بيقول لك anything that you can store in a disk، هارد درايف، التاب، الاوبتيكال ميديا، معذرة، اي شيء، اي وسط من وسائط التخزين، بس بحيث يكون الايه التخزين هنا تخزين ايه؟ تخزين ده مش فولاتايل. ايه الفرق ما بين الميديا والاوبتيكال ميديا؟ الاوبتيكال ميديا اللي هي السي دي روم، والدي في دي اللي هي بيتم عليها القراءه او الكتابه من خلال شعاع الايه الليزر، اللي هي مين دون الاوبتيكال ايه الاوبتيكال ميديا. الاوبتيكال ميديا دي المقصود ايه بيها؟ الميديوم دون اي وسط، اوكي. انما عندك الميديا، عندك بقى عندك اليو اس بي، عندك الهارد ديسك، عندك السي دي، عندك الدي في دي، دي كده كلها يعني يعني ممكن نقول ان اوبتيكال ميديا هي سبيشال كيس من الميديا، اوكي. بقول لك هنا لاحظ ان هذا بيعتبر انفورمال ديفينيشن، مش هو التعريف يعني الرسمي. مكان الفايل فين في الكمبيوتر ساينس او في الماشين نفسها؟ فين هنا؟ فهنا دون ترتيب الهاردوير، عندك الاوبريتنج سيستم، عندك الدي بي ام اس. يعني ايه دي بي ام اس؟ داتابيز مانجمنت سيستم، اللي هو نظام اداره قواعد البيانات. عندك وعندك الايه الابلكيشنز الايه المختلفه موجود. فعندك الفايل سيستم هنا موجود هنا between database management system و between مين ال operating system. طبعا احنا عارفين ان ال operating system هو الوسيط ما بين اليوزر والايه والهاردوير، ما بين اليوزر والهاردوير. وبدون ال operating system يصبح الايه الماشين قطع من الحديد لا فائده منه، زي العربيه بدون بنزين قطع من الحديد لا فائده منه. operating system هو كور الماشين، قلب المشين. هل حد ينفع يمشي بدون قلب؟ ما حدش ينفع يمشي، يموت، اوكي. اللي بدون قلب او يتوقف قلبه يموت. فهو المسؤول الاساسي عن كل العمليات اللي بتتم في الايه في المشين. الفايل فين ما بينهم؟ ما بين الداتابيز مانجمنت سيستم اند اوبريتنج ايه سيستم.
What is the difference between سؤال امتحانات ايه الفرق ما بين الفيزيكال فايلز واللوجيكال فايلز؟ واحده واحده كده، يعني ايه الفيزيكال فايل واللوجيكال فايل؟ الفيزيكال فايل هو الفايل اللي احنا متعودين عليه وبنشوفه، اللي هو دوت دوك دوت بي دي اف دوت اي حاجه من الايه من الاكستنشن ده، هو دون الفيزيكال ايه فايل. يبقى الفيزيكال فايل زي ما عندك كده، فيزيكالي اكزيستس اون سكندري اي ستورج نون باي ذا اوبريتنج سيستم ابيرز ان ايتس فايل دايركتوري، هو الموجود في الدايركتوري بتاعه. اوكي طيب خلاص خلصنا من ايه من تعريف الفيزيكال فايل. طيب هنا اللوجيكال فايل دون هو عباره عن ايه بقى؟ زي ما هنعرف بعد كده ان اللوجيكال فايل دون هو بوينتر بيشير الى الفيزيكال فايل. اقول تاني، اللوجيكال فايل هو بوينتر بيشير الى الفيزيكال فايل. طب البوينتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن كوماند، عباره عن برنامج صغير كده بيشير الى. طب ممكن نحصل عليه، ممكن من الكيبورد كليك بيشير الى الفيزيكال فايل، ممكن من الماوس كليك، ممكن من الكيبورد ضغطه كده بيشير الى، مش بتفتحه هنا. يبقى هو الايه؟ هو جزء من الايه؟ من الفيزيكال فايل، او ممكن تقول ان هو ايه؟ بوينتر بيشير الى الفيزيكال فايل. ده مين ده؟ اللوجيكال فايل. هنا بقول لك وات يور. نعم حبيبي. بعد اذنك، هو في امكانيه ان احنا نقول الفيزيكال فايل فايل بنلاقيها في الهارد ديسك، واللوجيكال فايل بنلاقيها في الرام؟ ممكن، يعني ممكن نقول ايه، ممكن نقول ايه، اللوجيكال فايل هو ديفايس، ممكن يشير الى ديفايس. يشير الى ديفايس ازاي؟ ما انا قلت لك اهو، بيشير الى ديفايس زي مثلا الكيبورد او الماوس، ان هو بيعمل كليك بحيث ان هو يروح لمين. الكليكيه دي يا شباب مش هاردوير بالصوره اللي انت شايفها هاردوير، هي هاردوير في سوفت وير. يعني لما يجي عندك الماوس مثلا يعمل كليك، مش الكليكيه دي يعني عباره عن بروجرام، بروجرام بقول له افتح لي الفايل. يبقى هو هاردوير في ايه؟ في سوفت وير. يبقى اللوجيكال فايل دون بوينتر بيشير زي ما هنشوف بعد كده، بيشير الى الايه؟ الفيزيكال ايه فايل. انت بتقول ايه الفرق؟ ممكن نقول ايه؟ قولها لي تاني كده بعد اذنك. الفرق ان احنا عندنا اللوجيكال فايل مادام هو كده بروجرام زي حضرتك قلت، يعني اي اكس اي يعني رام في بروسيسور. الفيزيكال فايل لانه حضرتك قلت ان هو السكند ستورج، يبقى احنا كده هندخل في حته الهارد ان هو في داتا ومتخزنه بشكل دائم ما تتمسحش. ماشي ماشي ماشي، كلام 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 برضو ممكن يمشي، يعني يمشي قوي قوي كمان انت واخد بالك، بس برضو عشان تكون في الصوره. ما هو الفيزيكال فايل برضو في بعض الاحيان بيتحمل على، مش في بعض الاحيان، اساسا بيتحمل على الرام، صح ولا مش صح؟ تمام. بس هو تحميله على الرام قد يكون تحميل مؤقت، لان الرام من خواصها ان هي بتمحى البيانات من عليها بانقطاع التيار الكهربي، فيبقى برضو كلامك كلام يعني معقول. ان يبقى هو تعريفه ان الفيزيكال فايل موجود على السكندري ايه ستورج. اوكي فدون برضو ايه كلام ايه مقبول ايه جدا. واللوجيكال فايل موجود فين؟ في الرام. في الرام. اوكي شكرا دكتور، ده كلام معقول جدا جدا جدا. تعالى كده نشوف بقى اللوجيكال فايل برضو فورمال ديفينيشن بيقول وات يور بروجرام اكشوالي يوزز، اللي هو اللي انت بتستخدمه بالفعل، اللي انت بتستخدمه بالفعل. وممكن يعني يمحى برضو زي ما ايه الراجل اللي هو بيتكلم ما خدناش اسمه، اسمك ايه؟ انا انس دكتور، انس احمد رهاب. أنس، ماشي يا أنس. زي ما بنقول إن هو بيقول a pipe إيه through which information can be
extracted or a set. طيب عندك الاوبريتنج سيستم هنا بيقول لك get instruction from program or command a line. يعني طبعا دي وظيفة الاوبريتنج سيستم ان هو بيعطي او ان هو وسيط ما بين الايه الهاردوير ومين والهاردوير والسوفتوير. مش بس كده قال لك هنا link logical file with physical a file. ان هو بيربط هنا الاوبريتنج سيستم بيربط ما بين اللوجيكال فايل والفيزيكال اي فايل اور ديفايس. شايف هنا عبر عن الفيزيكال فايل او يا شباب او الديفايس الموجوده عليها الفيزيكال فايل. يعني مثلا زي ما انس بيقول ان الفيزيكال فايل قد يكون موجود على او مش قد اكيد بيكون موجود على الايه على السكندري ستورج. طب السكندري ستورج دي ديفايس ولا مش ديفايس؟ ديفايس ديفايس. اوكي طيب تعال نشوف كده عندنا ايه تاني. بيزك فايل اوبريشن الاوبننج فايل وعندنا هنا الاوبننج فايل ايه المقصود بيها. بيقول لي هنا بيزيكلي لينكس اللوجيكال فايل تو فيزيكال ايه. هو الاوبننج فايل ان انا لما اجي افتح يبقى انا عاوز اراجع تاني يا شباب معاكم الفيزيكال فايل واللوجيكال ايه فايل. الفيزيكال فايل دي الفايل اللي احنا بنشوفه اللي هي السي في بتاعتك كاتبها على الوورد فدور فيزيكال ايه فايل. ايه بقى هو الاوبننج فايل؟ ان انا عاوز افتح مين؟ افتح الفايل السي في بتاعتي دوت. فانا هعمل ايه اللي هو الربط ما بين اللوجيكال فايل والفيزيكال فايل. فيزيكال فايل السي في. طب اللوجيكال فايل هو البوينتر وهو مجموعه الانستراكشنز اللي هتفتح لي مين؟ اللي هتفتح لي الفيزيكال فايل السي في بتاعتك اللي هي دوت دوك. دي معنى مين الاوبننج ايه الاوبننج فايل. طبعا هنا بيوضح بيقول ان اوبن ذا اوبريتنج سيستم بيرفورمنس ا سيريز اوبريشنز ذات اند ان ذا بروجرام ذات از تراينج تو اوبن ذا فايل بينج اسايند ا فايل ديسكريبتور. ده يعني بيقول ان الايه الاوبريتنج سيستم ايضا هو المسؤول عن حاجه زي كده او فتح الايه الاوبننج ايه فايل. مش بس كده اضافه كمان ان الاوبريتنج سيستم will perform particular operations on the file at the request of the calling program. These operations are intended to initialize the file for use by the program. فهنا الخلاصه ان انت عندك عشان تعمل opening file من خلال operating system فالoperating system بينفذ مجموعة من operations أو مجموعة من instructions على اللي كي يفتح الايه يفتح الايه الفايل. مجموعة ال operations هي دي أيضا تعتبر الايه اللوجيكال فايل. واللوجيكال فايل هنا مش دائمة يعني هي بتستخدم استخدام وبعد كده بتروح لايه بتروح لحل. اوكي بتروح لايه لحل. تعال كده نشوف بقى ازاي الاوبننج اند كلوزنج فايل. هذا برنامج او كود سي ازاي ان انا افتح او ان انا افتح او اغلق الايه البرنامج الفايل. تعال هنا في يعني انا عاوزك في كل كود موجود او اعرضه بالنسبه لك يبقى الهدف الاساسي منه ان انت تعرف مين هو اللوجيكال فايل ومين هو الفيزيكال فايل. اوكي مين هو الايه اللوجيكال فايل ومين هو الفيزيكال فايل. والفيزيكال فايل تاكد دايما وتتذكر ان هو السي في المكتوبه بايه بالوورد اللي هو الاكستنشن بتاع الدوك دي الفيزيكال فايل. طب اللوجيكال فايل هو بوينتر بيشير الى فتح الايه فتح هذا الملف اللي هو الفيزيكال فايل.
تعالى شوف كده، ادا انكلود ستوديو، ادا الداله الرئيسيه انت مين، وعندك هنا شو بال ايه الكوماند داون او اللاين داون، فايل ستار اتش فايل بتساوي اف اوبن فانكشن اوبن يعني او سوري الفايل اوبن فايل اوبن، وعندك هنا الاكونت دوت تكست وده الار. ايه هم الايه الحاجات؟ اولا هنا الفيزيكال فايل، اسمع منكم مين هو اللي هيقول يبقى ولد شاطر. الفيزيكال فايل شاطرة يا ندى، انت ندى صح ولا انت مين؟ ايوه ندى محمود. برافو عليك يا ندى. يبقى انا عندي الفيزيكال فايل هنا الاكونت مين؟ الاكونت دوت تكست، لان احنا قلنا هي السي في بتاعتك اللي مكتوبه بالدوك بالدي اف او او او. يبقى انا خلصت منه ان انا عرفت الفيزيكال فايل هنا اهو، ده اسم الفيزيكال فايل المراد ان انا افتحه او اغلقه. طيب فين هنا بقى اللوجيكال فايل؟ حد يقول لي اللوجيكال فايل يبقى الشاطر برضه. هو الفايل بينتر الايه؟ كلمه فايل بينتر. طيب هي الاتش فايل دي فعلا طبعا ندى محمود نصابة كبيرة، لأن مكتوب هنا قدامكم أهون الـ H file هو اللوجيكال، وأنا عندك الـ account.txt physical file، يعني الإجابة موجودة قدامكم، ولكن هي أجابت وسجلنا اسمها في المشاركين. ولكن أنا عندي هنا أدى البوينتر الموجود عندك بيشير إلى مين يا غالي؟ إلى مين؟ إلى الـ account تكست او الى الفيزيكال ايه فايل. اوكي، واستخدم هنا عشان يفتح الفيزيكال فايل استخدم داله اسمها ايه اف اوبن او فايل اوبن، فتح الايه ملف. طب امال ايه الار ده؟ وان الار دي المود الخاص او بارامتر بيصاحب الداله اف اوبن، وممكن تستخدمه ار او دبليو او اي زي ما هنشوف بعد كده. الار معناها ان ريد، الدبليو معناها ان رايت، الاي معناها ابندد، يعني هتعرف ايه وظائفهم بعد كده. بعد كده قال لك احنا هنفتح عشان لا اما نقرا لا اما نكتب اف ريد او اف رايت. طيب هنا اعلن الداتا تايب اللي هو يقراها كاركتر حرف واحد اللي هيقراه. قال لك طالما الاف اي او اف معناها الايه يا شباب؟ الاند اوف فايل، ان انت ما وصلتش لي علامه التعقب دي، ما وصلتش لا نفي، ما وصلتش لي نهايه الفايل اللي هو مين بقى؟ الاتش فايل اللي هو البوينتر اللي بيشير لمين؟ للفيزيكال فايل. يبقى هو طالما ما وصلتش لنهايه الفايل اللي هو اكونت دوت تكست، يبقى اقرا لي بقى يا غالي اف ريد دون الايه الحاجه اللي هتتقري، ودي ادرس طبعا علامه الايه الاند دي بتعني ادرس بيشير الى عنوان المكان الموجود في مين سي حرف كاركتر سي، ودون الداتا تايب بتاع الخاص بالسي، وعندك هنا رقم الايتمز اللي هتتقري واحد بس، وعندك الاتش ايه الاتش فايل اللي هو الفايل اللي هيتقري منه. طب الاتش فايل هنا استخدمتها لانك انت مستخدم هنا مين؟ الادرس، ماشي، وهنا برضو لازم تستخدم البوينتر اللي بيشير الى الايه الفايل. اوكي، طب خلصنا الاف ريد دون مين دون قرينا. طب كتبنا ازاي؟ كتبنا حرف برضو اداء هو على الايه على الستاندرد ايه اوت بوت. ايه هي الستاندرد اوت ايه بوت؟ اللي هي ممكن سكرين يعني طباعه يعني السكرين او المونيتور. عندك الاف كلوز قفلت هنا بمين الفايل اللي هو قفلت في الحقيقه البوينتر اللي بيشير للفيزيكال فايل. وعندك هنا ريتيرن زيرو ان انت ما ترجعش شيء. يبقى هنا انت عرفت من الكود ده البسيط ده
ازاي تو اوبن فايل وازاي كلوز فايل وازاي تفرق ما بين من الكود نفسه اللوجيكال فايل والاكونت والفيزيكال فايل. حد عنده اي استفسار؟ طيب طبعا دي بالسي هتلاقي السي بلس بلس بتختلف الايه الامور، ولكن هو نفس الايه نفس الشغل على الايه على السي على بنفس البارامترز يعني، بس عندك اختلاف في المسميات. ادا مثلا ادا الايه الان فايل اوبن دون الايه اللي بيشير او البوينتر اللي بيشير الى الاكونت، والاي او اس الانبوت اوت بوت سيستم اللي هو بيستخدم هنا المود الان، وايضا هنشوف الحاجات دي الاوبشن بتاعتها المختلفه. فدون سي ودون سي بلس بلس. اتفضل. اي او اس ده اللي هو الريد ورايت في وقت واحد يعني؟ الايه؟ الريد ورايت في وقت واحد؟ لا هو دون اللي هو الـ الـ المود الخاص بالاوبن الداله اللي هي الاوبن، انت واخد بالك؟ فدون بتختلف هنا الان بقى زي ما اختلفت هنا الار، هتاخد ممكن تستخدم دبليو ممكن تستخدم اي. فهنا طبعا هنا ما كتبش، هو المود هنا كل اللي عمله حطه ما بين علامتي ايه تنصيص، انما ما كتبش له هنا ايه كبارامتر، انما البارامتر هنا اللي هو يعتبر المود اللي بيختلف مع داله الايه الاوبن او الريد او الرايت يعني. ماشي تمام دكتور، شكرا. تعال نشوف هنا الفيزيكال فايلز اند اللوجيكال فايلز، بيؤكد على بعض المعاني المهمة جدا جدا اللي المفترض تكون انت فاهمها جيدا. بيقول هنا الاوبريتنج سيستم هو المسؤول عن اللوجيكال فايل، او هو المسؤول عن فتح الملف الفيزيكال فايل باستخدام اللوجيكال فايل. خلاص ما احنا عرفنا ان هو الاوبريتنج سيستم هو اللي بياخد مجموعه من التعليمات وبيرسلها عشان يفتح مين الفيزيكال ايه فايل. المجموعه من التعليمات دي يعني من خلال الايه البوينتر ايضا اللي بيشير الى الفيزيكال ايه اللي بيشير الى الفيزيكال فايل. طيب هنا ايضا بيقول هنا نوت ذات فروم ذا بروجرام بوينت، من ناحيه برمجية أو من ناحية كودية، إن الـ input device زي الكيبورد والـ output device زي المونيتور أو البرينتر أو التلفون are treated as file. أيوة هي file، ما هو الكيبورد ده شباب الضغط كليك دي يعني، أو إن أنت تضغط على أي على enter مثلا دي في الحقيقة هي file. الفايل ده بيحتوي على مجموعة من الـ instructions كود صغير بيقول افتح الملف الفلاني لانك رحت شاورت عليه وقمت ضغط ايه انتر. فهو بيقول ان هنا الديفايسز دي بتشير الى فايلز، والفايلز ده هي مين يا شباب؟ هي اللوجيكال فايل ولا الفيزيكال فايل؟ اسمع منكم. حابب اسمع الكليك دي لوجيكال فايل ولا فيزيكال فايل؟ لوجيكال فايل، ده إجابة صحيحة. بيؤكد كمان بيقول إن هنا there may be sounds of physical files، آلاف من الفيزيكال فايلز على الديسك بتاعه، إنما البروجرام only have limited number، عدد محدود من اللوجيكال فايلز. يعني مين هنا الأكبر يا شباب؟ الأكبر هنا طبعا الفيزيكال فايلز، وتلاقي هارد ديسك عليه الآلاف بل الملايين من الايه من الفايلز. إنما أنا عشان أفتح ملف كبير وفيه كمية من بيانات كبيرة جدا بكليكاية أو بلوجيكال فايل محدود يعني.
اوكي الفيزيكال فايل هاز ا نيم فور انستانس على على سبيل المثال اكونت دوت تكست. طب اللوجيكال فايل has a logical name used for referring to the file inside the program. يبقى هنا الفيزيكال فايل له اسم بالشكل ده account.txt. اما اللوجيكال فايل بيحتوي ايضا على نيم بس بيطلق عليه لوجيكال نيم بيستخدم لان هو يشير الى الفيزيكال ايه الى الفيزيكال فايل. Logical name is a variable inside the program for instance in file. أو ال H file زي ما احنا شفنا بيبقى مصبوب ال H file مصبوب بدايما بعلامة ستار عشان بيشير إلى إن هو pointer. ده بعض الإيه؟ بعض الحقائق اللي المفترض تكون عارفها. في لغة السي هنا بيتكلم برضو ايضا على الفيزيكال فايلز واللوجيكال ايه فايلز مركز على التعريف ده تركيز مهم جدا. بيقول هنا ان في لغه السي ان this variable is declared as بالشكل ده فايل ستار ان فايل. يعني ايه الكلام ده؟ ده مين ده؟ دي اللوجيكال فايل. اللوجيكال فايل في لغه السي بيتم الاعلان عنه بالصوره اللي قدامك. طيب في السي بلس بلس بيتم عن اللوجيكال فايل بالصوره الايه؟ الاف ستريم ان فايل. اوكي؟ بقول في اللغتين اللوجيكال نيم ان فايل ويل بي اسوشيتد تو فيزيكال فايل واحد اللي هو مين الاكونت دوت تكست عشان يفتح هذا الايه الملف. يبقى انت عندك سواء كان في لغه السي او السي بلس بلس الامور ايه واحده خلاف ان الاعلان عن اللوجيكال فايل مختلف من السي الى السي بلس بلس. ماشي. تعال نشوف كمان هنا فتح. يعني ما انت لما هتيجي تفتح ملف منطقيا كده لا اما الملف ده موجود بالفعل لا اما هتكريت ملف ايه جديد لا اما هتكريت ملف جديد لا اما الملف ده موجود بالفعل. تعال نشوف كده ازاي نعمل اوبن لملف موجود او ملف غير موجود. عندك في السي اتفقنا ان شكل اللوجيكال فايل اللي هو فايل ستار او فايل هتقول لي كان اتش فايل يا دكتور سيان بقى يعني ايه المهم يكون الستار قدامه تسميه بقى اتش فايل تسميه ان فايل تسميه اوت فايل سيان بس المهم يبقى هنا الاوت فايل هو نفس الايه المسمى. الاوت فايل هنا وده الاف اوبن اللي هي مين الاف اوبن اللي هي فايل اوبن هنفتحه وهنستخدم هنا المود اي دبليو. يبقى المود دبليو هنا معناها ايه؟ ان انا هكتب. انت عندك هنا الاف اوبن فيها تو ارجومنتس او تو بارامترز. One argument اللي هي first argument indicates the physical name of the file. فين هي ال physical name هنا يا شباب اللي هي account.txt. The second argument هنا determines the mood. المود اللي هو المصاحب بمين بال F طبعا هنا المود بتختلف ال R W A R plus W plus A plus. خلينا البلاصات دي هي نفس الوظائف اللي فوق بس بدل ال R read ودي write ودي open. يبقى أنا عند البلاص هي الاثنين مع إيه مع بعض. يعني ال R plus مثلا هي إيه تعال ناخد بس الأول ال R open
بيفتح هنا ملف موجود بالفعل عشان تكون ايه الامور واضحه. دبليو بيكريت ايه فايل او بيكتب على فايل ايه موجود، بيكريت فايل جديد او بيكتب ايه فايل. لو الفايل موجود بيكتب عليه، لو مش موجود بيكريت ايه واحد ايه جديد. الايه اوبن ا نيو فايل وبيعمل اكستنشن له كمان، يعني ممكن تكتب عليه يعني بحيث ايه ان يكبر ايه يكبر منك يعني السايز خاص بالسايز بتاعه يعني. الار بلس هنا اوبن ان اكزيستنج فايل فور ريدنج اند رايتنج للكتابه والايه والقراءه. هنا برضو الدبليو هنا بلس ريدنج اند ايه رايت نفس وظيفه الايه الدبليو، وانت عندك الايه هنا برضو ريدنج اند ايه رايت. فانت البلس دي يعني بتاخد الايه ريدنج اند ايه رايت بالاضافه الى وظيفه الار والدبليو والايه والايه. اوكي دي مين دي المودز المختلفه ل للاف اوبن او الفايل اوبن. اتفضل. في الايه حضرتك قلت ان هو بيفتح فايل جديد، يعني لو فايل موجود ما يكتبش عليه. ما هو appended اهو، ما قال لك or appended an existing one for writing، يعني ان هو بيفتح فايل جديد ايضا او ان هو بيعمل امتداد لايه لفايل موجود بالفعل. تمام ماشي. ايه عندك في السي بلس بلس؟ خلاص قلنا اهو برضو الاي او اس دي اللي هي المود برضو اهي قال لك الايه قال لك الاف ستريم اوت فايل، واعلن عنه هنا ان هو هيفتح الفايل ده بالصوره دي. وعندك المود اهون، عندك برضو الاثنين ارجومنتس اللي هو الفيزيكال نيم خاص بالفيزيكال ايه بالفيزيكال فايل، وعندك الاي او اس ده الخاص بالمود اللي هو اشكالها ايه المود دي. تعال نشوفها، هذا الايه الان والاوت والايه والاب ترانس والايه النو كرييت والباينر. ايه هو الان؟ اوبن فور ريدنج، اوبن فور رايتنج الاوت، والاب اللي هو سيك تو ذا اند اوف فايل، يعني بيروح لنهايه الايه الملف بحيث ان هو يكتب في نهايه الايه الملف. اوكي يعني بقول لك هنا سي to the end of file before each write، يعني قبل ما يكتب يروح لنهاية الملف بعد كده ايه يكتب، يعني معنى كده ان الكتابة هتتم في نهاية الايه الملف. وده always create a new file، دي بيكاري فايل ايه جديد. ده فل if a file doesn't exist، يعني لو الملف ايه مش موجود بيعطيك ان الفشل الايه فشلت محاوله الايه كان، حتى هو كاتب من اسمه نو كريت. الباينري اوبن ا باينري ايه مود فايل باينري من نوع باينري. عندك هنا الكلوزنج ا فايل، يعني احنا طبعا شفنا في السي زي ما انت شايف كده الفايل بيتقفل بالشكل ده، وعندك في السي بلس بلس الفايل بيتقفل بالشكل او فايل ايه دوت كلوز. عندك هنا يعني ايه كلوزنج ا فايل؟ عندك الاوبن ا فايل عرفنا خلاص ان هو لينك بين الفيزيكال واللوجيكال، برضه نفس القصه الاوبن ا فايل هو لينك بين الفيزيكال واللوجيكال بس للقطع المره دي مش للايه مش للفعل. يبقى قاتس ذا لينك بين فيزيكال اند لوجيكال ايه فايل، ده مين دون الكلوزنج فايل. والكلمه دي السينكرونايزنج، سينكرونايزنج دي يعني التزامن، تزامن القفل تقفل طبعا قبل الكتابه جديده بحيث ان انت ما تكتبش. فالتزامن هنا مهم ايه مهم جدا جدا في عمليه الايه القفل، والمتحكم فيها طبعا الاوبريتنج ايه الاوبريتنج سيستم.
In general, files are automatically closed when the program ends. خلاص البرنامج انتهى فبيتقفل اوتوماتيك. اوكي؟ فعندك هنا طبعا بيوضح الاختلاف قفل الايه؟ الفايلز من لغة C إلى لغة C++. الشريحة دي أعتقد اتكررت، اتكلمنا فيها قبل كده، مش عارف إيه اللي جابها هنا، فخلينا نبقى نحذفها. أعتقد إن بعدها كمان مكررة. دي نبقى نحذفها. اعتقد دي جديدة يعني. هنا بيتكلم على الـ basic file operations اللي هي الـ reading and writing، وكم بارامتر مصاحبين للعملية دي. بيقول لك usually require three parameters. ايه هما؟ اللوجيكال فايل والادرس والاماونت اوف اي داتا، كميه الداتا اللي هقراها او هكتبها. دي مهمه جدا وسؤال امتحان دون. كم بارامتر مصاحب من لعمليه ريدنج اند رايتنج؟ فين البارامتر هنا؟ قال 1 2 3. خلاص 1 2 3 1 2 3. ايه هو الواحد ده وايه هو الواحد ده وايه هو الايه الان فايل؟ ماشي، تعال نشوف الكلام ده. احنا قلنا اللي هو اللوجيكال فايل، اللي هو مين اللوجيكال فايل هنا؟ اللي هو الان فايل. والان ادريس، الادريس اهو. وعندك مين كمان؟ وعندك كمية الايه؟ الكمية اللي هتتنقل، كمية ال كمية الداتا اللي ايه؟ سواء هتنكتب او هتتنقل. اوكي؟ طيب هنا افريد هيقرا كم ايه؟ كم كاركتر؟ كاركتر واحد بس هو اللي بيشير له بالواحد. اوكي؟ كاركتر ايه؟ واحد فقط. دكتور كمية، نعم حد يسأل؟ معلش انا اسف حضرتك، بس انا عايز اسأل سؤال بسيط. براحتك خالص. هو انا ما قصدتش حاجه والله في اقوله، بس انا عايز اعرف احنا ليه بما ان في كود كتير في يعني احنا بندرسه حاليا، ليه ما بندرسوش في نفس الوقت على بروجرام وحضرتك بتشرح، بحيث ان هو يكون عملي ونظري في نفس الوقت فيثبت اكتر؟ ما هو العملي موجود في السكشن. انا عارف ان العملي في سكشن، انا فاهم ده، بس انا قصدي في الشرح ذات نفسه، بما ان احنا يعني في جزء كبير بيتشرح كود، ليه ما يعني زي ما هو مكتوب دلوقتي قدامي في وورد، ليه ما يبقاش مكتوب قدامي في بروجرام، بحيث ان انا ابقى شايفه وفي نفس الوقت قادر افهمه واستوعبه في نفس الوقت ايه اللي بيحصل؟ ما انا دلوقتي شرحت لك الجانب النظري، فان انت تيجي تنفذ البرنامج بدبل كليك خلاص تنفذ البرنامج، تاخد بالك؟ فدي مش هيحتاج يعني حاجة، دي واحدة. الحاجة الثانية مهارة الجانب العملي دي مفترض في السكشن. لو عندك إشكالية في السكشن يعني مش قادر تفهم في السكشن وما وضح لكش الكلام ده في السكشن، تعالى أنا موجود سبت وحد في قلب المعهد غالبا، تعالى نقعد مع بعض ونشوف اللي انت عايزه عشان ما نضيقش بس وقت المحاضرة. ماشي، شكرا. ماشي، ما فيش أي مشكلة، أنا متواجد يعني على طول يعني، متقلقش. تعال هنا شوف، لو حد عنده استفسار يا شباب بدون أي حرج اتكلم، يعني الأمور مش ما فيهاش أي مشكلة يعني. عندك هنا الأرجومنتس المصاحبة للإفريد، وان أرجومنت اللي هي الديسيشن أدريس اللي هو عنوان الهدف، اللي هو فين العنوان ده وان اهو. عندك هنا الارجومنت الثاني الاليمنت سايز ان بايت واحد، عندك الارجومنت الاخر عدد الاليمنتس، عدد الاليمنتس هنا كام اليمنت او كام ايتمز، لا هي واحده فقط لا غير. طب الواحد الاولاني كان الاليمنت سايز ان بايت، البايت.
اوكي، عندك هنا الارجومنت الرابع اللي هو اللوجيكال فايل نيم، اللي هو البوينتر اللي بيشير الى الفيزيكال فايل، اللي هي مين هو البوينتر او اللوجيكال فايل اللي هو الان فايل. اوكي، دون خلي بالك ان هو قال في البدايه ان ثلاثه باراميترز بيصاحبهم عمليه الكتابه والقراءه، ولكن هنا لما عد كم هنا باراميتر او ارجومنت، عد اربعه. اوكي، فهو يعني طبعا كل واحد بيعبر باسلوبه، هو يقصد الثلاثه الاخرى دول، الاثنين والثلاثه والاربعه دول اللي بيصاحبهم الايه الديسيشن ايه ادرس. يعني عندك هنا ادر ريدنج بالايه بالسي بلس بلس، هنا الفرق بس ان احنا الان فايل والايه سواء في اللوجيكال ايه اللوجيكال فايل بيعبر عنه بالان فايل ده، وعندك الايه الفيزيكال فايل اللي هو الماي فايل، وطبعا المود بتاعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو رجعنا للسي هنا هتلاقي هنا اعلن عن الاي هنا اللي هو دون اري، والاري دون بيتكون من 100 كاركترز، وهيقرا بس ايه منه من ايه 10 ايه 10 كاركتر. هنا نفس الايه القصه، طبعا ايه بتختلف صياغه كود السي بلس بلس تعرفينها عن صياغه كود الايه السي، ولكن الحاجه اللي عايزك تعرفها مهمه جدا، الفيزيكال فايل واللوجيكال ايه فايل. واعتقد تنفيذ الحاجات دي كلام بسيط خالص في الايه في المعمل. أعتقد هذه الشريحة مكررة أيضا، والشريحة اللي بعدها كمان. تعالى هنا في الاديشنال فايل اوبريشنز، في اوبريشنز هنا مهمة جدا عاوزك بقى تعرفها، الاف سيكينج او الاف سيب السورس فايل اوفسيت، وعندك الديتكتنج ذا اند اوف فايل، وعندك الديتكتنج انبوت اوتبوت ثلاث حاجات مهمة جدا عايزك تعرفهم، هما السعي أو إن أنت أو الوصول إلى الملف المصدر source file، وعندك التحقق من نهاية الفايل، هل أنت وصلت لنهاية الفايل ولا لأ؟ لأن دي مهمة جدا، لأن لما تيجي تكتب هتكتب في نهاية الفايل ولا في أول الفايل ولا في منتصف الفايل، لما تيجي تقرأ أيضا تقرأ من البداية ولا من أي مكان بالظبط هتقرأ، ولا ما وصلت لنهاية الإيه فايل وهتقرأ يبقى في رسالة ايرور لأنك خلاص انتهى الإيه الفايل. عندك أيضا الديتكتنج الإيه الانبوت اوتبوت ايرور. إيه هي بقى الموضوع الإف سيكينج دي أو الإف سيك؟ مؤاخذة شباب، دي دالة هدفها ضبط البوينتر، مش احنا قلنا ان في بوينتر بيشير الى الفيزيكال فايل؟ طيب بيشير الى فين بقى؟ الى بدايته ولا نهايته ولا منتصف؟ هنا الايه الكلام. فالاف سيك دي دالة هدفها ضبط البوينتر اللي بيشير الى الملف لكي يقوم بوظيفته الكتابة أو القراءة في المكان المخصص، وعشان كده هيستخدم هنا أيضا مود أو باراميتر اسمه سيك سيت، اللي هو لإما هياخد زيرو لإما واحد لإما زيرو معناها beginning of file، وعندك وان ال current file pointer position، وعندك التو ال end of ايه of file. وده الايه وده البارامترز او الارجومنتس المصاحبه للداله اللي اسمها اف سيك، دي البوينتر
وتدون اللونج اوفست دي، يعني اوفست كميه البايتس اللي بيتحركها المؤشر الخاص بالداله اف سيك عشان يقف يقرا او يكتب ايه من المكان الايه المخصص. وعندك اخر باراميتر دون اللي هو بياخد انتجر نمبرز 0 1 2. وقلنا 0 يعني ايه، 1 يعني ايه، و2 يعني offset معناها offset معناها offset معناها كمية البايتس اللي بيتحركها الكورسر مؤشر عشان يكتب في المكان المحدد، سواء كان في الفايل بيجيننج أو في الكرنت فايل بوينتر بوزيشن أو في الام دي اي فايل. عندك هنا السيكينج ويب سي بلس بلس ستريم كلاسز بالشكل اللي انت شايفه ده. عندك هنا الاف ستريم هاز تو فايل بوينترز، الجيت بوينتر والبوت بوينتر. الجيت بوينتر دي اللي هي للانبوت لادخال، وعندك البوت بوينتر دي للطباعه. اوكي، وعندك هنا الفايل 1 سيك جي، وعندك سيك البي، وعندك هنا كمية البايتس اللي بيتحركها أو الكورسر أو المؤشر عشان موفز جيت بوينتر بحيث إن هو يتحرك للبوينتر اللي اسمه جيت بوينتر. أوكي، وعندك هنا الأوبشنز أو المودز اللي بتستخدم هنا اللي هي الاي او اس البيج والكرنت والاي والاند. على سبيل المثال الفايل 1 سي جي هنا بيتحرك 373 بايتس من الاي، من بدايه الفايل، من بدايه لان هنا بيج بيتحرك هنا. لو قلت له 373 بايت من الكرنت يبقى هنا الاي كرنت. اوكي، بحيث ان هو يكتب او او يقرا من خلال الفايل او على الفايل. هنا الكالكوليتنج فايل سايز، عاوزك تقرا بقى الكود دون وازاي بتحسب حجم الفايل. دي سؤال امتحان، ازاي تحسب حجم الفايل. عندك هنا كيفية حساب حجم الفايل. هذا الارجمنت، هذا البوينتر اللي عندك الـ H file، وعندك الـ F seek، وعرفت ان الـ F seek دي دالة ايه هدفها، ان هي بتوجه البوينتر بتاع او الكورسر بتاعها لاما في النهاية او البداية او في مكان ما في الفايل. وهذا الـ H file عندك دون الـ A اللي بيشير إلى الـ physical file، ودون الـ A zero من البداية، من البداية خالص، سوري، دي من الـ A البداية حتى نهاية الـ A، حتى نهاية الفايل. وعندك الفايل لينس هنا الـ FTL بتستخدمها كدالة إن هي بتحسب لك الـ A اللينس الخاص بمين؟ اللينث الخاص بالفايل. طبعا البرنت اف دي جمله الطباعه بتطبع على اللينث اللي حصلت عليه وبتقفل الفايل. ده كيف ان انت تحصل على السايز اوف ا سيرتين فايل. ازاي ان انا بتحقق من ان انا وصلت الى نهايه الفايل؟ في السي بيتختلف عن السي بلس بلس. في السي في طريقتين، الطريقه الاولانيه ان انت تشيك whether الاف ريد ريتيرند فاليو زيرو ولا لا. لما اجي اقرا من الملف والاقيه بيرجع لي زيرو، الاي هنا بزيرو، خلاص يبقى انا وصلت لنهايه الملف. او ان انت بتستخدم داله اللي هي الاند اوف اي فايل، الاند اوف اي فايل، وديا بتعطيك
ما إذا كنت وصلت إلى نهاية الفايل أو تختلف بقى في السي بلس بلس. عندك هنا الـ in file C، عندك الـ if in file fill، fill دي هنا indicates that an operation is unsuccessful. لو ادتك true يعني عندك خطأ فيها في الدالة، يبقى أنت وصلت لمين؟ لنهاية الإيه؟ نهاية الفايل. عكس ذلك بتستخدم ايضا الـ end of file بس بالشكل ايه ده، مش بالشكل ده، ده في السي، ده في مين؟ سي بلس بلس. اخر حاجه عندنا اللي هي logical file names associated to standard input output devices. عندك هنا اللوجيكال فايل، قلنا والأسامي المصاحبة لها من خلال الديفايسز. عندك هنا الهدف أو الغرض، الستاندرد أوتبوت، ستاندرد إنبوت، الستاندرد إيه؟ إيرور. مين هنا الأوتبوت؟ السكرين. وهنا الإنبوت مين؟ الكي إيه؟ بورد. وهنا الخطأ فين؟ أيضا في الإيه؟ في السكرين أو الكونسول. عندك في السي اللوجيكال نيم، في السي اسمه ستاندرد output، ده الخاص بسكرين او الكونسول. عندك السي اوت دي طبعا الايه، داله البرنت في سي بلس بلس يعني، لانها هنا سكرين. وعندك الايه الستاندرد ان للسي ال هنا، وعندك الايه اللوجيكال نيم الموجود. بتختلف الحاجات دي من اوبريتنج سيستم للايه للاخر. طبعا دي مش في حاجه ان احنا نفتح ونقفل الستريمز ايه دي في الاف في البرنامج. عندنا هنا بتتغير الامور دي في من اوبريتنج سيستم لاوبريتنج سيستم ايه اخر. هنا بقول لك سام اوبريتنج سيستم الاو ذا ديفولت مينينج، في مين هي الديفولت مينينج اللي هي دي default meaning اللي هي الكونسول سكرين او الكيبورد اللي عندي. من اليونكس عندك اوبريتنج سيستم مختلفه، تبص اليونكس الويندوز اللينكس كل ده وان ايه اوبريتنج سيستم مختلفه. على سبيل المثال بقول لك هنا الاوبريتنج سيستم allow the default meaning to be changed، يعني بيتغير من ايه من operating system للآخر من خلال ميكانيزم بتسمى redirection، إعادة توجيه redirection. مثلا على سبيل المثال إن أنت عندك الـ suppose that a prog is executable a program، عندك الـ input redirection الـ standard input becomes file end.txt، هنا بتبقى prog علامة الأقل من دي ان ان دوت ايه تكست، والاوت ايه بوت بالشكل ايه بالشكل ده. يعني المقصود هنا ان انت عندك الاوبريتنج سيستم قد يستخدم اوامر مختلفة في تنفيذ البرامج، وده بيختلف من ايه من اوبريتنج سيستم لايه للاخر. وده اخر حاجه نتكلم فيها الريدايركشن والاتندنس. عندك بقى اكتب اسمك عندك بحيث ان احنا نجمع الاسامي دي في للحضور، يعني لو حد عنده اي استفسار يتفضل. شباب مفيش؟ طيب لو سمحت يا دكتور، بس هو في سؤال بس كان من المحاضره اللي فاتت. اتفضل. البرايمري ستوريج دي بتمثل من اول يعني السي بي يو كله بالكاش والريجستري بتاعه والرامات، مش كده؟ يعني ايه البرايمري ستوريج؟ اللوكس اللي حضرتك موجوده في الباوربوينت مكتوب فيها ان البرايمري ستوريج احنا ممكن نجيب السلايد. هو المفروض يا دكتور ان احنا عندنا الرامه بالسي بي يو بالريجسترات كل ده
الداتا فيه ما بتتخزنش بشكل مستمر، لا بتختفي، فهو صحيح. بينزل تحت طب بند. استنى نسمع، نسمع بس الراجل هيقول ايه وبعد كده نشوفه اي سؤاله بيقول ايه. ايوه انت اللي شايف بعده. السلايد ولا مش شايف؟ شايفها تمام. هي اللي دي بعده السلايد اللي دي السلايد اللي بعدها ايوه دي. ايوه هي أيوة دي كده. فالبرايمري ستوريج اللي على اليمين دي كده بتمثل لحد المين ميموري اللي هي الرام ولا؟ المين ميموري دي البرايمري ستوريج، المين ميموري مع طبعا بقى الكاش والسي بي يو. السي بي يو طبعا بتحتوي على الحاجات. تمام. ايه السؤال؟ لا انا بتأكد بس من حاجة. السكندري، السكندري ستوريج ايوه خلاص بقى هي الخارجيه من اول الهارد ديسك كده والحاجات الثانويه الخارجيه اللي المفترض التاخذ. بص الفرق ما بين البرايمري ستوريج والسكندري ستوريج هي التخزين دائم ولا مؤقت، عشان ايه تبسطها بالنسبه لك. ماشي، ايه الاستفسار بقى بتاعك؟ والتيرشري ستوريج اللي هي بتبقى مش ثانوي، اللي هي الحاجة اللي بعد الثانوي. يعني هي يعني لو قلنا ان دي الاولى والثانيه دي الثالثه يعني، انت واخد بالك؟ بتبقى ما يا ما انا حضرتك. بقول لك اي يعني، لا دي المرحله الاولى الثانيه الثالثه، بس هي ممكن يكون ايه برضو اصليه موضوع التصنيف ده، تصنيف بيختلف من مدرسه لمدرسه. يعني ممكن تقول ايه اللي بعد البرايمري كله سكندري ايه ستورج. انت معايا؟ ما حضرتك. فيعني يعني إيه بتختلف من ايه، من من تصنيف لايه لتصنيف. اتفضل، في حاجه تانية تستفسر عنها؟ لا تمام حضرتك. الرام هي المين ميموري صح؟ بس يعني مين ميموري بتطلق على الرام بس. يعني يعني بس ماشي، خلينا نقول ان المين ميموري هي الرامات. ماشي، تمام والسي بي يو طبعا فيها الكاش والمين ميموري والريجستر والايه والحاجات دي. تمام ماشي ماشي يا تمام غالي. جدا. ايه تاني؟ سيب حضرتك. توفيق ان شاء الله. لو في استفسار يا شباب اتفضل. دكتور حضرتك قلت الغياب هنكتبه في الشات ولا فين؟ الايه الغياب نكتبه في الكومنتس ولا هتنزل في الابسنت؟ الكومنتس. في الكومنتس عندك ده ممكن. تمام يا دكتور. ماشي يا حبيبي اتفضل. يلا بالتوفيق ان شاء الله، موفقين. لو في اي استفسار انا موجود يا جماعه في المعهد غالبا السبت والايه والحد دائما يعني ان شاء الله، فممكن ايه تزوروني في اي وقت، مفيش اي مشكله. موفقين إن شاء الله، مع السلامة. استنى